السلام عليكم خوتي مهرباك، نتوما لاباس؟ كلشي مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير كاملين بكم. كيف ما كتشاهدوا اخوتي، معكم سولي الطنجاوي اللي الاب ديالو سامع فيه واللي حاليا باقي سامع فيه وما داهاش ما داهاش فيه. المهم اخوتي مغاربه، انا اليوم جيت ان شاء الله نقسم معكم واحد القصه اللي صراحه الله ليا صادمه، وفي نفس الوقت نتوما اخوتي مغاربه غتستافدوا منها. المهم كيف ما كتعرف اخوتي، انا عانيت في الغربه، يعني عشت مده 13 عام ديال الغربه وعانيت فيها بزاف ديال المشاكل، ولكن واحد القصه اللي باقي ما عودتها لكمش يلا جاتني من بالي، يعني واحد القصه صادمه بزاف وانتم تقدروا تستافدوا منها بالنسبه للناس اللي عايشه في الغربه والناس اللي عايشين في المغرب. كاين اللي غادي يفهم وكاين اللي ما غاديش يفهم. المهم علينا اخوتي، انا اخوتي حركت ملي كانت عمري 12 عام، طلعت من الدول، طلعت من اسبانيا اخوتي ديالي. المهم باش ما نطولش عليكم اخوتي مغاربه، مزيان عاودنا التفاصيل. المهم انا حركت في 2010 ملي كنت باقي صغير، يعني تزات كنشوف، يعني تزات بلا اب، جبرت الوالد ديالي سامع فيا، حيت الوالد ديالي كان سحرنا الوالده، عمل السحور. انت دابا الوالده ديالي مسكينه كتعاني من السحر من التوكل، حيت هو كان باغي ينتقم الوالده ديالي اللي انا ما صراحه الله ما كنحسبوش، فهمتوني؟ هادشي اللي كاين، وكاين بزاف الناس كيقول لي انتينا مسخوت، يعني مسخوت الوالدين داكشي. انتم اخوتي مغاربه كتحكموا على الانسان من بعد، يعني انتم باقي ما عارفين والو، فهمتوني؟ يعني ما تحكموش على الانسان من بعد وانتم ما عارفينش شنو كاينه تحت التبن. هادشي اللي بغيت نقول لكم. انا في 2010 اخوتي مغاربه اش غادي نقول لكم، حرقت كان عمري 12 عام اللي حرقت. المهم كبرت بلا اب، جبرت الوالده كتخدمها في الميناج، كتخدم في الاوتيلات، تقهرت بزاف في المغرب، تعذبت، خرجت من الزنقه، بقيت انا كنت صغير حتى انا كنت خرجت من داكشي ديال التشمكر والديلوان، يعني انتم كتعرفوا الطفوله كيش في المغرب كيش كتكون اخوتي ديالي. ما علينا اخوتي، انا وصلت لواحد الدول سكاندينافيا اللي بغيت نهضر هنا دار، بغيت نهضر اخوتي مغاربه على الدول السكندنافيا اللي اش غادي نقول لكم، تصدمت واحد الصدمه اللي الان دابا باقي كنعاني منها، وبغيت اخوتي مغاربه تما اللي في سكندنافيا يستافدوا من القصه هذه. المهم انا طلعت من السويد اخوتي، كنت عايش تما في الخيريه، عشت مده عامين في الخيريه، كنت طايح لهم مغربي وطايح لهم بالاسم ديالي حقيقي، كل شيء حقيقي. وانتم كتعرفوا في سكندنافيا ما كتعاود لهم الصراحه ديالك، كيحاولوا يردوك من البلاد ديالك، فهمتيني؟ ما كي تما انتم كتعرفوا في الخيريه ديالهم القوانين ديالهم كيفاش عاملين، يعني قانون عندهم واحد القانون اللي هو صعيب بزاف في الدول سكندنافيا. المهم انا كنت في السويد اخوتي، انا غادي ناكدكم باللي كنت في السويد، غادي نهضر بالسويديه. يو كان براتا سفانسكا يوتي برا فور دي فارتي سفاريا تفو اور. قلت بالسويديه باللي انا كنت في السويديه، في السويد مده عامين، فهمتيني؟ يوك فارتي سفاريا تفو اور سفاريا بروف تو سان خوي كامي تل باكا تل ماروكو من الحمد لله ربي كبير. ما علينا، دوز عامين في السويد اخوتي. ما هادي السويد، هادي قبل ما نوصل النرويج، فهمتيني؟ دابا عاد نجي لك بالقصه ديال النرويج، فهمتي مرتي؟ يعني ملي كنت في السويد اخوتي، قلت لهم الاسم ديالي سليمان، قلت لهم اصل ديالي الشاط، قلت لهم الحقيقه ديالي، قلت لهم مغربي، وديك الناس ملي كتقول لهم الصراحه كيحاولوا يردوك من البلاد ديالك ملي كتكمل 18 عام. يا داك اخوتي مغاربه اش غادي نقول لكم، حاولوا يردوني المغرب من السويد، هربت طلعت فحالي النرويج. غادي ناكد لكم باللي كنت انا في النرويج، غادي نداركم النرويجيه برور فاشير الت براميداي في ارهاري ماروكو، يا كان سنا كان نورش كفال دي براي فارتي نورغا نورغا سانت ميتل باكاتين ماروكو. والحمد لله قلت باللي غادي ناكد لكم باللي كنت انا في النرويج، فهمتوني؟ قلت باللي انا كنت في النرويج. المهم راه ما عارفينش اني كان، يعني بنادم الله يحفظك. ما علينا اخوتي مغاربه، القصه ديالي طلعت النرويج، طلعت النرويج اخوتي ديالي، كذبت عليهم. علاش كذبت عليهم؟ حيت انا السويد ملي قلت لهم الصراحه ديالي بغا يردوني للمغرب، فهمتوني؟ فواحد الصديق ديالي نصحني في النرويج، قال لي طيح لهم جزائري، قول لهم انت جزائري، قلب لهم الاسم ديالك. فقلت لهم انا اسمي راشد واصل ديالي سبردينا وتاقوا بيا، فهمتوني؟ قسما بالله ما نكذب عليكم اخوتي مغاربه، والناس الغربه راه عارفين هادشي هذا، وراه غادي نقراو التعاليق ديالكم ان شاء الله اخوتي مغاربه، فهمتوني؟ ما علينا، انا ملي تحت لهم قلت لهم يعني قلت لهم انا الاسم ديالي راشد سبردينا، قلت لهم انا جزائري، قلت لهم مدينه وهران، قلبت لهم كل شيء. علاش؟ حيت انا في السويد ملي قلت لهم الصراحه بغا يردوني للمغرب، فهمتيني؟ فتما واحد الصديق ديالي كنكذب عليهم طاح لهم جزائري، تحياتي ليلو تا هو راه باقي شابر الوراق بالكذبه ديالو، طاح لهم جزائري ما نجبدوهاش مسكين باش ما يعيقوش به. الله يسهل عليك اخي حسن، تحياتي ليلك. لا ولكن خليها هذوك وصافي، خليك قضيه هذوك، يعني ما جبدتش شي حوايج اللي هما ماشي هما هذوك، فهمتيني؟ ما علينا اخوتي، انا طحت لهم راشد سبردينا متزاير مدينه وهران.
المهم تزرفوا لعبت عليهم طاوني الوراق بقيت كنقرا في حالي في حي عباد الله تخص المدرسه داوني عند واحد العائله نرويجيه فهمتوني المهم اخوتي بقيت عايش معاهم تما عادي عطوني اي حاجه عطوني الحقوق ديالي شنو المشكل اخوتي ديالي في 2019 يعني انا كنت مشيت للنرويج كنت طحت لهم 14 كان عمري 16 عام وطحت لهم في عمري 14 عام فهمت اخوتي الناس الغربه راه غادي يفهموني حتى بعد الناس في المغرب غادي يفهموني حيت الناس في المغرب ما يفهموش هادشي الغربه حيت ما مدوزينوش فهمتوني فاش غادي نقول لكم اخوتي كنت كنقرا في واحد المدرسه في برغن في واحد مدينه اسمها برغن في النرويج في واحد بلاصه اسمها ناستون كنت كنقرا في واحد مدرسه اسمها هوب سكولا كنت كنقرا تما اخوتي ديالي كانت عمري ديك الساعه يعني تاك غادي نقول لكم كانت المهم كنت قربت نكمل 18 عام تعرفت لواحد استاذه تعرفت لواحد استاذ اخوتي ديالي كنت تبارك الله عندي الشعر دابا بدا كيطيح لي الشعر بقوه الحباسات بزاف تما ماشي زعما دخلت الحبس حيت عامل شي حاجه خايبه ولا شي حاجه يعني كنت كنضرب الحباسات الوراق من بعد ما داو لي الوراق في النرويج حيت انا اخوتي مغاربه كنت شبرت الوراق في النرويج فهمتوني من بعد داوهم لي وانا غادي نشرح لكم كيفاش تداو لي الوراق ديالي وفي نفس الوقت خصكم تستافدوا اخوتي مغاربه ما تثقوش في الكوار تما في سكاندينافيا راه غداره المهم الخيانه انا كنت كنقرا في مدرسه في مدينه برغن واحد استاذه كنت كنعيش بها بزاف كانت كتعرطني كتقول لي سليمان كتقول لي كان اسمي راشد تما فهمتوني كنت قالب الاسم ديالي كانت كتقول لي راشد اجي تبقى تجي عندي الدار اجي تبقى تغدى معايا المهم بقيت عامين وانا معاها هيدا ملي كملت 18 يعني شفت راسي عاطيني غير الوراق ديال العام وما كانش عندي الحق نعود بهم المغرب فا اش غادي نقول لكم الله يسمح حنا كنا كنشربوا انا وياها الصراحه هي كبيره عليا في العمر فعمرها شي اش غادي نقول لك شي 39 40 المهم هايدا فهمتوني يا داك اخوتي مغاربه تعرفت عليها في المدرسه المهم كملت عمري 18 عام تصاحبنا مع بعض لسنا الصراحه الله اخوتي بحال اللي بقيت كنقرا فيها الثقه وهي بانت لي بحال اللي ثقات فيا بقينا كنبغوا بعضيتنا شويه هيدا قالت لي نعدل لك الوراق واحد النهار اخوتي ديالي قسما بالله ما نكذب عليكم وكنتذكرها مزيان مشينا للاوتيل كرينا الاوتيل في مدينه برغن في النرويج سكرنا مع بعضيتنا اخوتي الصراحه توقع انا يعني كنقولها الصراحه اخوتي مغاربه فهمتوني والحمد لله ربي عفى علينا من داك الشيء هذاك شربنا انا ويا اخوتي مغاربه اش غادي نقول لكم الصراحه عبد الله يعني فقدت الثقه في كل شيء قسما بالله اخوتي مغاربه لا فقدت الثقه في كل شيء ما بقيت كنثق حتى شي واحد يعني كانت واحد الصدمه ليا قويه بزاف يعني تخيل انت عندك الوراق وكتخدم وكتخلص مليون ونص في الشهر ثم كتعرفوا الخلاص تما في سكاندينافيا قسما بالله كنت كتخلص مليون ونص في الشهر وكنقرا وكنخدم في الاخر تجي استاذه وتخشي لك قالب كتجي صعيبه بزاف يعني غنعاودكم اخوتي الراس ديالكم غادي يوقف فهمتوني صراحة الله فقدت الثقه في النساء يعني رجع عندي واحد الوسواس من النساء كنقول انا نقول لك كيفاش جبدت من الحقائق قالت لي كرات لي الاوتيل قسما بالله كراتو بشي 6000 ولا 7000 درهم انا كنت بوكوس باقي صغير عندي الشعر كذا وباقي بوكوس مع راسي والحمد لله وهادشي اللي كاين مشينا كرينا الاوتيل انا وياها كرات الاوتيل شربنا انا وياها وقعت الواقعه بقات كتقول لي رشيد قول لي الصراحه ديالك وانا باغي نعاونك وانا نعدل لك الوراق وانا كذا وتينا عندك غير الوراق ديال العام ديال الخيريه وانا غادي نعدل لك الوراق اللي تقدر تعود بهم الجزائر حيت انا كنت طايح لهم الجزائري جيت بقيت كنعاود لها في الصراحه هذه استاذه قلت لها انا اسمي سليمان اصل ديالي الشاط وانا كذا وانا كنبغيك وانا كذا قسما بالله اخوتي مغاربه شحال دازت عليها 3 شهور 4 شهور ديك الساعه كنت كملت 18 عام وعطاوني الدار بوحديتي ثم كتعرفوا ملي كتكون قاصر تما كتعيش في الخيريه وملي كتكمل في عمرك 18 عام كيتاوك الدار بوحديتك هذاك اخوتي مغاربه من بعد ما قلت لها الصراحه تقص فيها زعما تعدلي الوراق ونتزوج بها وداك الشيء قسما بالله اخوتي وحق القران وربي اللي شاهد عليا فهاد النهار هذا جاو عندي مخزن 9 ديال الصباح ديك 9 د الصباح اخوتي ما مشيتش للمدرسه انا تخيل انا كنقرا عندها في المدرسه وفي نفس الوقت مصاحبين في نفس الوقت باغا تعدل لي الوراق في نفس هذه النرويجيه فهمتوني مشات عند المخزن اخوتي قسما بالله عدت لي واحد الفيديو واحد الاوديو ما تصدمت يعني التليفون طافي قسما بالله التليفون طافي هيدا والصوت كيتسجل
مشات عند مخزن اخوتي مغاربه قالت لهم ها شنو كيقول واش شنو كيقول واش شنو كيقول يعني مخزن هادي مخزن سردوا الليلي تضرب لي شنو في عقلي فهمتوني يا هذيك اخوتي مشات عند مخزن وراتهم داك الاوديو كنقول باللي اسمي سليمان العسل ديالي الشاط باللي كنت في السويد شنو عدلوا السويد شنو عدلوا النرويج مشاو كيقلبوا عليا في السويد وجبدوا باللي انا مطلع الوراق من المغرب حيت ملي كنت في السويد اخوتي طلعت النسخه ديالي ما كنتش عامل لاكارت يعني حرفت لهم فيا ردوني المغرب فهمتوني طلعت لهم النسخه يا هذيك سبت لي في عامين ديال الحبس وانا نقول لك حتى كيفاش طلعتني مشاو للسويد بداو كيبحثوا جبدوا لي البصمه ديالي باللي كنت عايش السويد باللي كنت طايح لهم سليمان باللي داكشي اللي قلت له باللي راه صحيح وداكشي حقيقي وداكشي اخوتي مغاربه يا داك جاو عندي دز واحد 3 شهور جاو عندي قطنوني مغزين قالوا لي واش نقول لك دابا الصراحه ولا تنطلعوك من المحكمه مع داك الخلعه ديالي يعني مي جاو عندي بقيت كنفكر قلت واش شي واحد تهمني يعني ما طاحت لي شي في بال ديالي استاذه يا كتب هما ديك الناس حريميين اخويا يعني الناس اش غادي نقول لك قد الناس قاريين يا تبين لك كتبغيك وتبين لك بزاف د الحوايج ولكن في نفس الوقت تغدرك يعني قوريه ما تثقش فيها فهمتيني اش عام صاحبي قسما بالله شنا قراسو في الغربه تجوج بقوريه واش عام صاحبي ولد مع قوريه حمقات وشعال اخوتي يعني قور صعيب تثق فيهم يعني قوريه سافت اخا واش غادي نقول لك سافت ثقه والو مابقيتش كنثق يعني من بعد ما مشات قالت لهم باللي هو مغربي واسمه سليمان اصله الشاط وجاو عندي تقطنوني طلعوني الحبس الوراق مده عامين قالوا لي عندك جوج ديال الاختيارات دابا عييت بالهضره قسما بالله اخوتي يعني كان المهم يا ديك اخوتي ديالي طلعوني بعامين الحبس الوراق قالوا لي شوف سليمان دابا حنا عرفنا الاسم ديالك حقيقي والاستاذه ديالك راه قالت وقالت وقالت قالوا عندك جوج الاختيارات واما طلب ترجع للمغرب وطلعنا الوراق ديالك حيت هاد النسخه ماشي كامله يعني ما كنتش عامل لاكارت في المغرب واما غادي نطلعوك بعامين الحبس الوراق في بيرغن في مدينه بيرغن قلت لهم صافي انا مستعد نجلس عامين الحبس الوراق عرفتوا علاش حيت انا بقيت كنتفكر المغرب والظروف اللي دوزت قلت اللهم اللهم الحبس ديالهم فضلته على المغرب فهمتيني حيت المغرب عندي مشاكل مع الوالد ديالي اش غادي نقول لك الصراحه الله اش غادي نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله الله يجيب لي فيها الخير يعني الوالد ديالي تخلى عليا وبزاف ديال الناس كيقولوا لي انت كبير انت خصك تعلى على دراعك وهي كيقول لك واحد مثل اللهم اجعل ولادنا يكونوا احسن مننا فهمتيني انا واذا ولدت ولدي يعني انا كنتعذب وتعذبت في الدنيا يعني ما بغيش ولدي يتعذب ديك العذاب اللي تعذبته انا فهمت اخاوا يعني الوالد ديالي تعذب خصو انا نتعذب يعني وعنده اخاوا ثلاثه محالات علاش ما يديش نولدوا واحد شني خسر هو ويعاون ولده ما نصارى خاوه كيحنوا في بنادم كفر وكيحنوا في بنادم اخاوه زعما حنا مسلمين فهمتيني انا شنو كيبان لي اخاوه نجيب كل صراحه انا كيبان لي مغاربه ديالنا عندهم قلب ديال يهود والعقل ديال مسلمين والنصارى عندهم قلب اسمعني والنصارى عندهم قلب مسلمين والعقل ديال يهود ماشي كلشي الخاوه ولكن انا تعذبت بزاف يعني هادشي هذا يعني الوالد ديالي ما عقلش عليا الوالد ديالي دمرني في حياتي شنو الميساج اللي بغيت توصلنا من القصه ديالك مع اللي بغيت نقول لكم اخوتي الدراري ديال الغربه الناس اللي في الغربه ردوا بال يعني اللي مصاحب مع شي قوريه رد بال كنوصل الميساج للناس ديال اللي عايشين في اسكندنافيا الناس اخوتي ما تثقوش راه كيخدموا مع الدوله تما اخوتي ديالي وهذه راه كانت تجربه وكان واحد الاكسبيرينس الحمد لله تعلمت بزاف الحوايج في حياتي وحاليا حنا في المغرب اخوتي والعامني ماشي كنفكروا نصفيونا الغربه ودعوا معنا اخوتي مغاربه وشكرا بزاف كان معكم سوليد طنجاوي السلام عليكم.